طبيب العائلة دكتور سمية معرف طبيبة عام ومختصة في التغذية حاضرة معنا اليوم في زوم 73 نحكيو على مشاكل القبض ونحكيو على القبض اون جينيرال في العائلات عند الكبار عند الصغار ماهوش حكر على حتى عمر يظهر الناس الكل تنجم تجيها القلق هذا قلنا اللي هو سمتة ماهوش مرض ينجم يكون مده معينه وينجم يطول معاك شويه يكون كرونيك دونك شكون الناس اللي ولا كونسي كرونيك فو كونسلتي فوالا il faut consulter un médecin وحتى كان ماهوش كرونيك يقول il faut consulter un médecin باش العبد يحس براحته ويبدا مرتاح ينجم ياكل مرتاح دونك احكينا على الحاجات اللي تنجم تخلي القبض يكثر عند الانسان شنو هما لي فاكتور شنو هما شكون العباد اللي معرضه اكثر لل معناها للكومبليكاسيون هذيا ولا للسمبتوم هذيا سورتو توا نحكيو كيفاش نبعدوا عليه باش تنصحنا دكتوره بما انك انت مختصه في التغذيه اعطينا ساعه حاجات هكا اللي نجموا بخلاف الدويات بيان سور حاجات اللي نجموا نستعملوها كل يوم نجموا ناكلوها تعاوننا وتسهلنا الطبيعه داكور اول حاجه يلزم المريض يقوي شويه في ماكلته يزيد شويه الياف اش معناها الياف باهي والالياف هما لي فيبر هو لي فيبر اللي موجودين في اسينسيالمون في النباتات ما تلقاهمش ايوغ هما ديجا سي دي بوليساكاريد يفون بارتي من الفامي نتاع لي غلوسيد داكور دو لي فيبر فما زوز انواع فما لي فيبر انسولوبل اي لي فيبر سولوبل معناها لي فيبر اللي يتحلوا بالماء ولي فيبر اللي ما يتحلوش مع الماء فوالا لي فيبر سولوبل هما نلقاوهم كيما نقولوا او كور دي فيجيتو من الداخل معناها يتلقى وفات نلقاهم في الغله في الغله في الخضره في لي ليجومينوس في البقوليات في لي فروي سيك الخضره الورقيه زاده فوالا اي دونك غادي نقال لي فيبر سولوبل لاكسيون تاع لي فيبر سولوبل في الديجيستيون سورتو ينقصوا من البروغريسيون دي زاليمون او نيفو غاستريك في الاستوما دونك يعطيك سونساسيون تاع شبع رابيدمون في ساعه ما تشبع هذوما لي فيبر سولوبل لي فيبر انسولوبل اون جينيرال نلقاهم في القشره في القشور نتاع الغله ولا نتاع الخضره كيما قشره التفاح الانجاس الفانيليا الطماطم بيتيت هكا وي وي موجودين اسينسيلمون في القشور في القشره البرانيه اي في توسكي حبوب كامله والنخاله التمحم والنخاله وشيء اسينسيلمون في هذوما زوز باه لهنا في لي فيبر انسولوبل يلدز هما اللي يساعدوا واللي حسنوا عملية الهضم هما كي ستيمول لو ترانزيت انتستينال داكور دو وبارونتيز صغيره نحلها لي باسيون لي كولوبات اللي عندهم مصران الخشين وما تقلقوا كل شيء راهو الفو بالنسبه لهذوما لازم ما ياخذوش لي برشا لي فيبر انسولوبل ماذا بها دونك توسكي خضره وتوسكي معناها غله يقشرها خاطر ما ينجمش باش تقلق وتعملوا برشا بالونمون ابدومينال وبرشا غاز داكوردو باه دونك حاجه اخرى لي سولوبل اي انسولوبل وحاجه اخرى برك بالنسبه لي فيبر هما سي دي سوبسترا بور لو ميكروبيوت انتستينال اش معنى هما لي بكتيري اللي موجودين في الكولون اللي هما كيما يسهلوا الطبيعه ويسهلوا عمليه الهضم وكل شيء لي فيبر اليمونتير هما الماكله نتاعهم فوالا داكور دو يتغذيو منهم pour le bon fonctionnement du transit intestinal. Bé, et donc les solubles, les fibres, donc solubles ou insolubles, j'ai la chose à l'heure qu'on a dit dans le maïk ou dans l'hygiène de vie interne. Par rapport aux fibres, je vais vous dire progressivement, بشوي بشوي مش مرة واحدة مش مرة واش تكون واحد ما ياكلش بالكل ويرجع يبدا على بعضه من بعديك داكوردو بشوي بشوي حتى بوغ اغيفي معناها 25 30 غرام دو فيبر اليمونتيغ في النهار كامل نحاولوا كل غوبا فما فيها فروي وليجوم وحاجه معناها سيريال كومبلي كوردو باه مرتين او موا في الجمعه ناكلوا البقوليات و اسونسيلمون لي سيريال نبعدوا على توسكي خبز ابيض العجين الابيض الفرينه البيضه الكل نحاولوا نبعدوا عليها ونقصوا منها بيان سور بشوي بشوي بروغريسيفمون هذه حاجه بيان سور ثاني كونساي هو لازم نقسم الكرينيوتاج نتاع لي برودوي سكري مشكله هذيك باه
راهو عندك الحق تاكل شويه حلو في النهار. لا هو مش على حكايه الحلو، هو الغرينياتاج في حد ذاته مشكله. مشكله مشكله وعلاش مشكله فات ويقلق فات عمليه الهضم، على خاطر اشاك فوا تاكل حلو اشاك فوا فما اون اوغمونتاسيون دي سيكريسيون دي اسيد او نيفو دو ليستوما، دونك يعاود يقلق في عمليه الهضم. دونك سي ا ايفيتي. مره برك تاكل حاجه حلوه ما بين الاربعه والخمسه نتاع العشيه، تو تو في بليزير و سافا. En dehors de l'ouart avec, il faut éviter le sucré. Voilà. Bien sûr. حكينا برشا على لي فيبر، لي فيبر راهو ما يكونوا فونكسيونيل يعطيو ليفيكاسيتي نتاعهم ويحسنوا بالكدا عمليه الهضم، معاه لازم تشرب برشا ماء. برشا ماء. كون بربي كلمه برشا راهو سي ان ليتر ودمي فواغ دو ليتر. ودو بريفيرونس دو بريفيرونس الماء المعدني اللي ريش اون مانيزيوم. دونك نختاروا الماء من الحانوت ولا من البلاصه اللي باش نقضيو منها يكون ريش اون ريش اون مانيزيوم. اون في اتونسيون. داكوردو علاش المانيزيوم؟ قولي علاش المانيزيوم؟ علاش المانيزيوم؟ Justement, parce que le magnésium, c'est un laxatif doux, oui. D'accord, doux, il stimule le transit intestinal. À part ça, le magnésium, il décontracte les muscles au niveau abdominal. Donc, le patient, l'inconfort avec Yonks, le narkin Ali Mioul. Et, femme astuce, la hakika, par rapport, voilà, par rapport. Elle est plus, je t'attire le docteur Lioumen. Au fait, femme astuce, au fait, Najm. لافيل قبل ما ترقد تاخذ كعبه كعبه عوينه داكوردو ولا لي غيزان سيك الزبيب الزبيب اربع خمسه كعبات بيتهم تبيتهم في كاس ماء داكوردو اي لو لوندما يشرب ديريكتومون كالكاس على الخوي على الخوي سي تري ريش اون مانيزيوم اي فريمون سا ستيمول لو ترانزيت نجم تاكلهم بعد كعبات الزبيب بيان سور بيان سور باش نلوحوهم الله لا يخسر المؤمن هكا هو يعطيك الصحه دونك فما كمان بريسك ولا اي وصلنا للوقت دونك لي كونساي هذوما اذا كان نتبعوهم نجموا نبعدوا على المشاكل نتاع الكونستيباسيون بيان سور ديما نعاودوا اذا كان اي حد حس بمشكله بالطريقه هذه ولا حس بانكونفور من النوع هذا لازمو il doit consulter le docteur. Ouais. Voilà. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. انت اللي خاطر جيت بحذنا الدكتور سامية معرف طبيب عام ومختص في التغذية وللماladies de métabolisme. هكا لي مالادي ميتابوليك ميتابوليك دونك مرحبا بك دكتور يعطيكم الصحه انتم الناس اللي سمعتونا وتبعتونا اللي فاتتوا نصيف ساعه هذه نجم يرجع على الباج فيسبوك نتاعنا يلقى كل شيء والنصائح نتاع الدكتوره معنا اليوم في زوم 73 وطبيب العائله كل يوم يكون حاضر بحذنا بين 8:30 و9 نتاع الصباح خليكم معنا